الأستاذ خالد الأتريبي الصحفي بجريدة الشروق، وذكر حسام البدري: أعلم جيدا أهمية البطولة الأفريقية لجماهيره وإدارة النادي، ولذلك كان من الصعب تحمل أو تقبل الوداع المبكر. طيب أنا بس يعني ذكر لمين الكابتن حسام؟ هو ده اعتراضي، اللي هو أو هيقول للعيبة، هيقول لمجلس الإدارة وهو داخل على مباراة مهمة؟ دي وجهة نظري ومن حقي كقناة نادي، اللي أنا بتكلم على حق من حقوق النادي اللي أنا أحافظ على استقراره، فاللي اتكتب ده ما يحافظش على استقرار، خصوصا النادي الاهلي كان عنده مباراه صعبه وبيمثل مصر ما بيلعبش، ونادي الزمالك نفس الموضوع، وكل الانديه المصريه اللي بتشارك كلنا لازم نساندها. استاذ خالد برحب بحضرتك مره ثانيه، الاستاذ خالد الاتريبي صحفي بجريده الشروق، وضيفي بيوجه لك بقى تحياته كمان الكابتن سيف زاهر. برحب بيك يا كابتن شادي، وبرحب بيك يا كابتن سيف. مساء الخير يا فندم، مساء حضرتك. مساء الخير. حضرتك كان ليك توضيح، اتفضل. التوضيح بس، هو حضرتك كنت قلت ان انا كتبت مقال بقول فيه ان الكابتن حسام البدري اللعيبه وقال لهم ان انا هستقيل في حاله الخروج من دوري ابطال افريقيا. تمام. ده كان كلام نصا من حضرتك في الحلقه. الخبر ما فيش الكلام ده خالص. طب ممكن اقرا لحضرتك اللي حضرتك كاتبه؟ وذكر حسام البدري: اعلم جيدا اهميه البطوله الافريقيه لجماهير واداره النادي، ولذلك كان من الصعب تحمل او تقبل الوداع المبكر، خاصه ان تعاقد النادي معي كان الهدف الاول هو استعاده البطوله الغائبه عن الفريق 4 سنوات، وبالتالي تخيل ان تكون نتيجه التاهل كانت صعبه الغايه. هو كابتن حسام ذكر لمين؟ ذكر لمين يا كابتن شادي؟ نعم، ذكر لمين؟ بس واحده واحده بس، ذكر لمين؟ ذكر لمين؟ حضرتك حضرتك بس انت جايب التصريح مقتضب لمن قبل؟ انا قريته لك كله. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، اقرا الخبر من الاول للاخر. أي. ما تجيبليش الجمله. طيب طب حاضر، انا مش عايز حضرتك تتعصب، انا قلت لحضرتك اتفضل وجهه النظر، من حق حضرتك ترد، لو احنا في خطا هنعتذر، ولو اتكلمنا عن حضرتك اتكلمت، انا بقرا المقاله بتاعت حضرتك. ومهم جدا، حضرتك قلت انقذ تاهل، مش ده البدايه اللي حضرتك كاتبه يا كابتن شادي؟ كابتن شادي اتفضل. تسمعني؟ اتفضل. حضرتك قلت كلامك ووجهت رسالتك ليا في اكتر من 4 دقائق، ممكن انا اتكلم بقى؟ خلاص اتفضل. تمام، اتفضل. الخبر كان الاتي: بعد المباراه مباشره ما خلصت، وكان التقرير نازل بعد المباراه بيوم. تمام تمام، يعني المفروض ان انا عندي الخبر من قبل المباراه ما تخلص وانا ما كتبتوش. حضرتك بتقول ايه الهدف ان انا اكتب؟ حضرتك ممكن تسال على الهدف لو انا كتبت الكلام ده يوم الماتش او قبل الماتش بيوم. طب اسمح لي هديك الفرصة كاملة، بس هقول جملة اعتراضية وبعد كده حضرتك تكمل. هو المفروض بعد الماتش نقول للأهلي مبروك، ولا حسام البدري قال للعيبته اللي أنا ماشي؟ لا حضرتك، أنا المفروض صحفي نقل الخبر، أنا مش المفروض، لو أنا المفروض نقول له أقول مبروك وبان الخبر حصل. حضرتك ممكن لا أنا عشان بس أنا بس يا كابتن شادي، اتفضل. حضرتك تقول مبروك عشان حضرتك بتشتغل في قناة النادي الأهلي؟ لا، ولو اشتغل في أي حتة في مصر للزمالك هقول مبروك، ولكل الأندية أقول مبروك. أنا بقول ثانية واحدة بس، أنا بقول مبروك وبقول الخبر حصل، ده واجبي، واجب القرار عليا إن أقدم له خبر، مش أنا بس أطلع أقول الحاجات الوردية بس، أنا بقول أنا بنقل الحقيقة زي ما هي. يا فندم ممكن بنتناقش دلوقتي، ممكن أقول لحضرتك سؤال بسيط جدا؟ نادي الزمالك بيلعب في افريقيا والانديه المصريه ولكل الانديه، الطبيعي الخطوه الاولى نعملها ايه كلنا؟ مبروك، انا مش حاملي عليك طبعا، لكن طب حضرتك هل اللي حسام الكابتن حسام البدري حضرتك بس حضرتك لو حضرتك لو انت عارف ان انا صديق عزيز زي ما انت قلت في الكلام، هتعرف ان انا قلت مبروك وقلت كل حاجه وقلت انما ده حضرتك ده تقرير نازل في جورنان مش مقال. طب ممكن سؤال اخير وحضرتك بقى اتكلم براحتك، هو كابتن حسام البدري قبل المباراه، حضرتك بتقول لي انا عندي المعلومه قبل المباراه، تمام؟ هو كابتن حسام البدري هيقول للاعيبته قبل مباراه مهمه؟ هو كابتن حسام البدري يا كابتن شادي، هو انا قلت ان الكابتن حسام البدري، على فكره يا كابتن شادي حضرتك انت اللي عندك لبس في الموضوع مش انا. يا فندم حضرتك اللي كاتب ذكر حسام البدري. انت يا كابتن شادي حضرتك بتقول استوقفني كلمه في او استوقفتني جمله في المقاله. ان انا قلت ان كابتن حسام البدري قال للاعيبته واجتمع بيهم قبل الماتش وقال لهم ما انا هستقيل. يا فندم الكلام ده مش موجود يا فندم. الكابتن حسام هم في جنوب افريقيا، ذكر لمين غير اللعيبه اللي موجوده ومعاه الاستاذ كامل زاهر؟ يا حبيبي ده تصريح اتقال، ده تصريح بعد الماتش، ده تصريح بعد الماتش اتقال وقال ماشي همشي وراك. حضرتك قلت لي من شويه كان عندي المعلومه قبل فقلتها كتبتها بعد المباراه، صح؟ يا كابتن شادي ما تفرقش الحوار لو سمحت. اتفضل اقرا الخبر من اوله.
من الأول انت طالما انت بتنتقد خبر اقراه من اوله. طيب هقرا حضرتك اول جمله فيه. انقذ تاهل الاهلي المصري الى دوري المجموعات من دوري مسيره المدير الفني. دي جمله جمله اللي انت بتاع اللي حسام البدري هيروح لو خسر، معناها كده انا فاهم. وبعد كده الجمله اللي بعدها قد بعدما كان قد اتخذ قرارا بالاستقاله. يعني اتخذ قرار، مش هتكلم على اللعيبه واقول لهم يا كابتن. طب هو مين اللي قال لحضرتك اللي اتخذ قرار بالاستقاله؟ حضرتك انت ما تسالنيش عن مصدري، ده مش من حقك. لا من حقي طبعا، من حقنا اعلام اهلاوي ومن حقي ادافع عن النادي يا فندم، دي قناه نادي زي ما حضرتك قلت. من حقي ابقى في ظهر النادي مع كل الناس سواء مدير فني او لعيبه او اداره او جماهير. فحضرتك انت بتقول معنى كلامك واللي قلته في البدايه ده اللي انا شرحته. حضرتك قلت لا ما حصلش. لا مش انت قلته، انت قلت ان انا، انت قلت معلومه حاصله في المقال انا ما قلتهاش. حضرتك بتقول ان انا قلت ان كابتن حسام البدري اجتمع مع اللعيبه علشان يقول لهم كده، وانا ما قلتش كده. طيب خلاص، انا ليا سؤال اخير. حضرتك كابتن حسام ذكر في مين في المقال اللي حضرتك كتبته؟ ذكر لمين الكابتن حسام؟ ذكر لمين ايه؟ اتفضل يا استاذ خالد. ذكر لمين ايه يا كابتن؟ يعني كابتن حسام ذكر لمين او قال لمين؟ هو انت شفت التصريحات اللي قالها بعض الماتش ولا ما شفتهاش يا كابتن؟ ايوه، من ذكر لمين؟ اللي قالها على قناه اون سبورت، المفروض ان هو كان باعت حتى القلعه. معانا الاستاذ سيف، قال لك همشي. مش داخل معاك يا استاذ. لا همشي يا كابتن. قال لك هستقيله كابتن سيف. خلينا نشر الكابتن سيف معانا. قال لك مش هو دخل معاك؟ لا هو يعني قال يا كابتن شادي، يا كابتن شادي الكابتن حسام البدري قال الكلام واضح كده، كان هيبقى صعب الاستمرار وخاصه ان انا جاي عشان البطوله افريقيا، انا جاي كان هيبقى صعب عليا جدا، كان هيبقى صعب عليا جدا عشان انا جاي عشان البطوله دي. ده انا مذيع صعب عليا اطلع والاهلي خسران او يخرج من دور الاثنين والثلاثين، ده طبيعي. لكن حضرتك بتقول، وهقف عند جملتين بمنتهى البساطه، قلت لي الكلام عندي من قبل المباراه ما رضيتش انشره. طبعا دي نقطه. وقلت للكابتن حسام البدري، بتسالني مين قال لك كده؟ مين قال لك دي؟ مفيش حد في الدنيا. انا ما قلتش مين اللي قال لحضرتك. حضرتك بتقول ذكر، مش قلت ذكر الكابتن حسام البدري والمعلومه عندك من قبل. انا هنا دي اللي استوقفتني. معناها ايه؟ بمعنى اللي معاه الفريق ومعاه رئيس البعثه الاستاذ كامل زاهر، ما هو يقلل الاستاذ كامل زاهر يقلل الفرقه بس. وهل في مدير فني هيروح للعيبه يقول لها كده؟ وانا ما قلتش كده. انا ما قلتش ان هو قال للعيبه يا كابتن. انا داخل المداخله لهدف واحد بس. من حقك انك تدافع عن النادي زي ما انت عايز. من حقك انك تتكلم زي ما انت عايز. تمام. من حقك انك تنتقد زي ما انت عايز، انما تنتقد في واقعه حصلت. زي ما انت بتكذب، المفروض بتكذب كلمه انا كتبتها، المفروض تنتقد حاجه حصلت. انا ما قلتش حاجه، انا ما قلتش ان كابتن حسام البدري اجتمع مع لعيبه، انا قلت ان كابتن حسام البدري كان اتخذ القرار ان هو يستقيل من تدريب النادي الاهلي في حاله خروجه من دوري ابطال افريقيا. ده اللي انا قلته وده اللي انا مسؤول عنه. انما انك تطلع تتكلم في حاجه انا ما فيهاش، انا مش مسؤول عنها. لا بص يا فندم، انا بشكرك شكرا جزيلا. برنامجنا زي ما تعودنا ان احنا اكثر هدوءا، مش هنخش في صراعات. من حقنا قناه النادي يدافع عن كل ما يخص النادي الاهلي، جماهيره، ادارته، الجهاز الفني. حضرتك كل الكل بيدي نفسه الحريات الكامله، لكن لما نيجي نتكلم في حرياتنا وحقوقنا مش عايزيننا نتكلم. امر صعب جدا بالنسبه لي. رقم اتنين، ان حضرتك انت اللي قلت بلسانك ذكر الكابتن حسام البدري مع اللعيبه ومعاه امين السند قفل ولا ما لا قفل. وحضرتك دخل معاك في التليفون ما قالش ان انا استقيل ولا قال اي حاجه. هو فضل. انا بس هوضح لك حاجه يا كابتن شادي، هو في سوء تفاهم. هو استاذ خالد عايز يوصل لحضرتك ان هو الكابتن حسام البدري في تصريحات لناس مقربين منه، هو مصادره هي الشخصيه، ان هو قال ان انا لو خسرت او طلعت من البطوله الافريقيه لربما ان انا ما اكملش مع النادي الاهلي. وهو استشهد مع حضرتك، وطبعا دي مصادره كل واحد، كل صحفي. هو في حد بيقول مصادره اساسا؟ لا ما هو برضه صحيح عنده مصادره، ودي ده حق مشروع لكل واحد. بس هو بيستشهد حضرتك بتصريحات الكابتن حسام بعد اللقاء. تصريحات الكابتن حسام بعد اللقاء كان فيها يعني ايحاءات بكده، ان هو ما كانش مبسوط، كان متضايق من حاجات تصريحاته هو، يعني هو اللي بيتكلم في التلفزيون وقال ان يعني لربما ان لو كان خسرت الاهلي كانت تبقى في الامور. يعني هما بيستشهد، بيقول انا عندي مصادري، وكمان تصريحات الكابتن حسام بعد اللقاء كانت توحي بكده. ف يعني بيؤكد معلومه.
وخروج النادي الاهلي او خساره الماتش ما كانتش بقى خساره مباراه، هي ممكن النادي الاهلي كان هيخرج من بطوله المحببه لجمهوره واللي الناس كلها بتطمح عليه، او زي ما حضرتك قلت اللي النادي الاهلي تعاقد مع الكابتن حسام عشان بطوله افريقيه مش عشان دوري وكاس. ف يعني وجهه النظر من هنا يعني. طبعا عشان الوقت جري مع الكابتن سيف، حضرونا السوشيال ميديا سؤالين من السوشيال ميديا لان مهم جدا الناس اللي بتبعت لنا نهتم بيها. خليني برضو مره ثانيه الاستاذ خالد الاتربي، ليك مني كل الاحترام والتقدير، لكن الاهلي ولاعبته وادارته وجماهيره وكل ما لابس تيشيرت النادي الاهلي موجود، ده من حقي اللي انا ادي جمره اعتراضيه صح. وفيها احترام لحضرتك، انا اديت جمله بس هو ما بس هو كابتن كل احترام الاهلي بس هو ما تجاوزش في حق الاهلي. لا ولا انا وانا انا بتكلم فيها انا ذكر حسام البدري، انا هقف عند دي ودخل بقى الاستقاله مش لمين قبل الماتش، هو اللي قلب لسانه لمين قبل الماتش للفرقه، في مدير فني يروح لفرقته قبل الماتش يقول كده؟ هو ده اللي انا بعترض عليه. مش احنا لعبنا كوره ورحنا بطولات كتير فعارفين قد ايه المباراه دي بيبقى فيها تركيز وبتقفل على نفسك.